اوكي نيجي نعمل عندنا الكرسي. انا عايز اعمل كرسي. اخفي الاجسام اللي عندي كلها عشان اخذ راحتي وانا بشتغل في الكرسي. هايد سيليكشن، اخفي الكاميرا بالمرة، هاي هايد سيليكشن. اوكي راح اجي على الاسبلاين واختار الهيليكس، وانا عايزها من التوب او خلينا من الفرونت. عايزها زي كده وبعدين تلف بهيك شكل. اوكي اجي على اعداداتها، انا عايزها لفتين تكون او لفة ونص. بحاول اضبط الاعدادات بالشكل اللي يناسبني. هيك هي جيدة. اجي انا احولها ل editable spline، convert to editable spline، وانا عايز اخد اخر ثلاث نقط وارفعهم لفوق شوية واعدل عليهم عشان يكون هذا ظاهر الكرسي. هيك شكل. انا عايز اعمل نسخة تانية منها، واختار ميرور وهنا اقول له كوبي واعمل اوكي. اي نسخة تانية من الشكل. انا حاسس بس انه هنا بده شوية تعديل. طيب عشان بده شوية تعديل اعمل تراجع، اجي على الاسم هذا تبعي واجي النقطة هذه المفترض تكون بهيك شكل. اوكي انا عشان ما اتغلبش اعملها انستانس، اعلم عليه واعمل انستانس واعمل ميرور. اوكي خدها على الاتجاه هذا. راح اجي احتاج شوية تعديلات على النقاط. يمكن هذا لو كان لتحت شوية ألطف. اوكي انا عايز ادمجهم مع بعض، وبالتالي راح اخذ نسخة هاي كوبي واتخلص من النسخة الموجودة عندي هنا هاي ديليت. اكبر اشوف انه متقابلات تقريبا فيش مشاكل. صح شوية لفوق بهيك شكل. اوكي ادمج الجسمين مع بعض، اروح على التاتش لاين وادمج الجسم التاني معها. اسف اروح على التاتش وادمج الجسم التاني معها، صاروا الجسمين جسم واحد. راح اعلم على النقاط الموجودة النقطتين هدول واعملهم ويلد، واجي على ويلد ازيد القيمة شوية واوص ويلد. هي تم عملية الدمج بينهم. انا عايز اعمل شغلتين. اول حاجة راح احط اكسترود وازيد القيمة عندي. بهيك شكل اعمل شيل عشان اعطي للجسم سموك. اوكي ارجع لللاين
انا عايزه هذا يكون ظاهر، وبالتالي انا راح اعمل له دوران بزاوية 90 درجة. اوكي، اجي على الفرتيسيز ومن نافذة التوب انا عايز هذا يكون لورا شوية بهيك شكل. والمفترض انه يكون الظاهر اكبر من هيك. راح اجي على النقاط فرتيسيز وازيد المسافة بينه. تقريبا هيك شكل. لو استخدمت سموث، هاي مش سموث، راح يعطيني شكل جيد. ظهر الكرسي مش بطال. انا اجي ارجع شوي لورا كمان الظهر من هان وافعل. اوكي، انا يمكن المسافة شوية كبيرة، اضيق هذه شوية صغيرة. من هان نفس الشيء. هيك الامور بتهيألي لا بأس بها. اخذ نفس النسخة عنها، شيفت واعمل دوران 90 درجة. اوكي، عايزة تكون كوبي. من نافذة الليفت عايز الكرسي يكون تقريبا زي هيك. بتهيألي هذا الاكسترود تبعتها اطول شوية. ازيد القيمة شوية بهيك شكل. اجعل الليفت وازيح شوية، وبعدين اعمل الحديد اللي واصل او اللي واصل الظهر مع ارضية الكرسي. اعمل حديدة من هان. لاين، وهي كمان لاين هيك، وينزل لتحت شوية. هيك انا عملت الكرسي تقريبا. احول اللاين اللي عملته لمسطحات بهيك شكل. ازيد القيمة تبعته. احاول اضبط مكانه. اعمل نسخة طبق الاصل منه، شيفت وكوب، اسف انستانس. اوكي، انا هيك عملت الكرسي تبعي تقريبا. انا حاسس انه هذه عايزة طولة شوية كمان. اكسترود اوكي، وارجعها لورا. هيك بتهيألي منظر الكرسي الطف. اوكي، انا عايز اعطيله الخامات. انا راح اخلي الخامة تبعت الاجرين خامة معدن. بالتالي راح اجي اعطيه الخامة هذه. واحط لها لمعة. ونحاول نعمل رندر ونشوف النتائج. لسه انا عايز ازيد واعمل رندر.
كمان ننتظر ونضل نلعب في العيارات لما نوصل لأحسن نتيجة. هيك نتيجة متهيألي مرضية. عملها جروب شكل كله تبعي الكرسي، هي جروب وسميه كرسي. اوكي فيش عندي مشاكل. عملت الكرسي، اعمل له اخفاء هالجيت او اعمل انهايد اول، انهايد اول اظهر المسرح تبعي. واضح انه الحجم مش متناسق، اجي اعمل له دوران. اول حاجة زاوية 90 درجة، اعمل له سكيل لسه، عايز اعمل له سكيل بزيادة واحاول احطه في مكان مناسب. سي عشان اشوف مشهد الكاميرا، بتهيأ الحجم الكرسي هيك ماشي وضعه مناسب. اوكي انا مش عايز اشوف الكرسي مبدئيا قبل ما ننهي عملية تصميم ال LCD. قبل ما القى الكرسي راح استخدم نفس الادوات اللي عندي، اخذ كوبي للكرسي، كوبي اعمل هايد. انا عايز الكرسي هذا جروب ان جروب، وامحي كل الموجود فيه وخلي المنطقة هذه بيرسبكتيف. انا عايز هذه تكون القماشة البيضاء اللي بنعرض عليها ال LCD. جاهزة الاسبلاين هذه الجزئية وراح نعملها ديليت. عايزينها تكون بهيك شكل. وانا عايز اكيد الاكسترود، راح الغي المش سموث والاكسترود اللي راح تكون كتير اكبر من هيك. واللون راح يكون ابيض. نعود نوديها على جوا المسرح تبعي، كنت اوصي عايز اعمل دوران زاوية 90 درجة. واعملها دوران زي هيك 180 درجة. اضبط موقعها، هاجي على اللاين، هذه النقطة انا عايزها تكون نازلة تحت بهيك شكل. الاكسترود ازيد القيمة، اوكي ارفعها لفوق شوية البرسبكتيف. هاي شاشة ال LCD اللي عندي او القماشة تبعت ال LCD اللي عندي. اوكي انا عايز احط عليها جهاز ال LCD. راح اجي اعمل بوكس، اول حاجة اغير موقعها شوية، بس عايزة تكون تقريبا هنا. اجي احط البوكس تبعي اللي هو عبارة عن جهاز LCD.
اوكي راح اربطه باضاءة تارجت سبوت واحط اضاءة من ال LCD ل القماش بده تعرض عليه. اوكي اول ما حطيت اضاءة اختفت الاضاءة، انا عايزها ما تكونش عايز ما تكونش تارجتد، وبالتالي راح ازيح التارجت واحط اضاءة تانية عشان يبين معي المسرح. ارجع للاضاءة اللي عندي اضبط موقعها بشكل افضل. اعلم الاضاءة واربطها بالال سي دي، انا عايز اعمل ربط للاضاءة اللي عندي بالال سي دي، وبالتالي لما اجي اعمل دوران للاضاءة للال سي دي يتلف الاضاءة معها بهيك شكل. راح اجي على الاعدادات تبعتها، اول حاجة يبدو ان في عندي مشكلة، عمل الان افك الربط، واضح انه من هالامور جيدة، لكن منافذة التوب ما انتبهناش انه هو شوية بعيد هيك شكل. اعود اعمل عملية الربط تبعتي، الاضاءة جهاز ال LCD، وانا معلم على الاضاءة تبعتي راح اجي والعب في خصائصها. انا عندي هنا في السبوت باراميتر، سبوت لايت باراميتر، في عندي سيركل، وبالتالي الاضاءة عندي بشكل دائري، لكن لو علمت ريكتانجل راح تصير بشكل مربع. احاول العب في عياراتها شوية، بهيك شكل بتهيألي الامور قد تكون جيدة. اجي على ال LCD واسحب شوية على ال LCD، اسف، وازيحه شوية لجوه الاضاءة ونشوف. اوكي هيك الامور جيدة تقريبا. راح انا عايز الجسم تبعي يعرض او ال LCD يعرض مشهد معين، راح اجي على الاضاءة اختار advanced effect واجعل map هنا، انا عايز يعرض لي صورة او فيديو معين بختاره من عندي، نختار اي صورة واضح ما عنديش ولا صورة على ما بيكتشر. اوكي راح اجي اختار من هنا صورة واعرضها، قلت لو عملت ريندر، اسف لما ريندر من البرسبكتيف، الصورة غير موجودة بتهيألي لازم او مش واضحة، بتهيألي محتاج ان انا اضعف الاضاءة الموجودة عندي من اضاءة الامني. نعمل رندر، اوكي وضحت في عندي صورة، الصورة هذه تبعتي انا عايز الشعاع يبين هو طالع، راح اجي على environment atmosphere effect add volume light، اوكي راح اعمل رندر كمان مرة، واضح انه في عندي شعاع طالع وعارض على ال LCD تبعي. الشعاع هذا طبعا علمت على الفوليوم لايت سيت اب، بقدر اضبط اعداداته من هان، فانا شايف انه كثافة الضوء عالية شوية، نقللها واعمل رندر هيك شكل الطف.
اخر حاجة عندي احط الكراسي تبون المسرح اللي عندي. unhide all، وهي الكرسي اللي موجود عندي. راح استخدم tool array وانا عايز يبقى في عندي اربع كراسي تقريبا. اعمل بريفيو وحاول، انا عايز اكتر من اربع كراسي، خمسة ستة، ست كراسي. اوكي، في تو دايمنشن انا عايز برضو حوالي ست كراسي. الواي الجهاز شوية الجيم مش قادر يستوعب او مش قادر يقوم بالعملية هذه بسهولة. اوكي، احنا بنحط الكراسي وبنظبطهم، ويعطيكم الف عافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.